فقد قال الله سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فكيف لطف الله عند المنع؟ إن الله لطف بعباده. فأقول يا عبد الله لا تقل حرمني، ولكن قل لطف ورحمني. لا تقل حرمني ما أريد، ولكن قل حرمني من شؤم ما أريد، ليعطني لطف ما يريد، لأنني عبد لمشيئة فعال لما يريد. فلا تقل دعوته ولم يستجب لي، لكن اعلم أن الله استجاب لك، لكنه قد يعطيك في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، وقد أعطاك من حيث يريد لا من حيث تريد. فاسجد أيها